زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوديري. سعيد برؤيتكم من جديد عبر هذه المنصة التي أتمنى أن تدعموها بمشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ويعرف الجميع ما الذي يدور في جارة السوء التي لا تفتأ عن مهاجمة المملكة وتحاول شيطنتها على الدوام. خليكم معي، تفاصيل في غاية الخطورة. ولد الجنرال شنقريحة، يعني الحاكم بأمره في الجزائر، واللي كيقود أعلى سلطة في البلد واللي هي المؤسسة العسكرية، متورط في واحد الفضيحة غير مسبوقة. السيد غرق من رجليه حتى لودنيه، والآن راه كاينة محاولات كبيرة للتستر عليه بحكم أن أبوه هو الأمير الناهي في البلد، وكيتعلق الأمر بجريمة غير مسبوقة واللي كتعلق ببيع حوالي 30,000 رضيع جزائري لعائلات أجنبية ومنها عائلات فرنسية. المهم المعلومات راها خطيرة بزاف. وفي الخبر الثاني فكيتعلق بالأزمة اللي طاح فيها أيضا المنتخب الجزائري الرديف من بعد ما كشفت نتائج الفحوصات الأولية على المنشطات واللي تمات على جوج ديال اللاعبين أن الأمر كيتعلق بأجسام ومواد وتراكيب كيميائية غامضة. المهم الفحوصات اللي دارت على هاد الناس بينات بأن في الدم ديالهم كاينة مواد غامضة، وهاد المواد ماشي بعيد تكون منشطات. والسؤال المطروح الآن هو واش الأمر كيتعلق بمنشطات مسموح بها أم أن الأمر كيتعلق بمنشطات محظورة. المهم الآن كاين حديث وأنباء على قرب إخضاع جميع اللاعبين لفحوصات على المنشطات، والنتائج ديال المباراة اللي حققها المنتخب الجزائري من بعد ما فاز على المنتخب المغربي أصبحت على كف عفريت، وماشي بعيد كاع تمشي اللجنة المنظمة إلى أبعد من هادشي كله وتقرر إعادة المباراة أو تربح المغرب وتخسر الجزائر. كلشي ممكن، وخا أنا ما كنفهمش في كرة القدم بزاف. المهم معلومات خطيرة جدا. في خبر جديد وعاجل، قالت مصادر مطلعة بأن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تجري فعاليتها الآن في العاصمة القطرية الدوحة قامت بالفعل بإخضاع أغلب لاعبي المنتخب الجزائري الرديف والذين شاركوا في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب المغربي يوم السبت الماضي والتي انتهت بتأهلهم بضربات الحظ لنصف النهاية والتي ستجمعهم بمنتخب قطر يوم الخميس المقبل لإجراء فحص المنشطات بعدما ساورها شكوك. وبعد إجراء هذه التحاليل اكتشفت أن هناك بعض الأشياء والجسيمات الغريبة والتي توحي بأنها منشطات، لكن هل هي قانونية أم لا؟ إذا لم يتعرفوا على نوعها بحكم أن التحليلات كانت عادية وليست خاصة بالمنشطات. واليوم أعلن رسميا بأن اللجنة المكلفة بتسيير كأس العرب ستخضع جميع لاعبي المنتخب الجزائري لفحص دقيق لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمنشطات غير قانونية، في الوقت الذي عارضت فيه الجامعة الجزائرية بشدة وبشكل كبير هذه الإجراءات والتي اعتبرتها تستهدف الجزائر بعدما حققت انتصارا كبيرا على المغرب على حد تعبيرها، حتى أن الإعلام الجزائري سكت ولم يسمح بنشر هذا الخبر في أي وسيلة إعلامية جزائرية. مصادر مطلعة قالت بأن عملية إخضاع لاعبين من المنتخب الجزائري لإجراء فحص المنشطات بعدما ظهرت عليهم مؤشرات تؤكد بأنهم كانوا في حالة غير عادية خلال مباراة ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 أمام الفريق المغربي، والتي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدفين لكل فريق قبل أن يبتسم الحظ للفريق الجزائري في ضربات الترجيح. أما في الخبر التالي فيتعلق بتقرير سري ممنوع من النشر. ابن الجنرال شنقريحة يتزعم عصابة خطيرة باعت 30,000 رضيع جزائري لعائلة فرنسية. فقد طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة خاصة وزير العدل ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري الممنوع من النشر للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وذلك حول قضية بيع 30,000 رضيع جزائري لعائلة أجنبية أغلبها فرنسية. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الاتهامات في عمليات بيع الرضع تتم من طرف مافيا كبيرة تتبع لجهات عليا يترأسها شفيق شنقريحة ابن الرجل القوي في البلاد ورئيس أركان الحرب السعيد شنقريحة. هذه الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي طالبات من الوزارتين وفق موقع الجزائر بفتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفال الجزائريين من الخطف والاتجار
والاستغلال الجنسي والعنف. وذكرت الجمعيات وزارتي العدل والداخلية في الجزائر بأن حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به على الإطلاق، وعلى ما يسمى بالدولة الجزائرية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط غير أخلاقي أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة. وتضيف المصادر بأن الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الافتراض والفرضية والشك للوصول إلى اليقين، ألا وهي من كان يسهل معمورية هذه المافيا ولماذا لم تحاكم إلى حد الآن. ويواصل الموقع المذكور بأن كل هذه الأسئلة تجر إلى جواب قطعي، وهو تسهيل سلطات الديكتاتور الجنرال شنقريحة لمأمورية الاتجار في الأطفال والنساء والاتجار في المخدرات وتهريب البشر وكل الأشياء المربحة بما في ذلك شرف ودم وعرض الجزائريين، لأن الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات وتكدس في حساباتهم بالداخلي والخارج، ولو على حساب الشعب الجزائري المقهور، شعب الطوابير والصفوف، والذي يتقاتل ويتدافع بالمناكب من أجل الحصول على لترين من الحليب أو حبة واحدة من البطاطا أو كيلو من السميد. المهم الأمر كيتعلق الآن بمعلومات خطيرة جدا وقضية في غير الخطورة. فالسؤال المطرح الآن هو واش السلطات في الجزائر غادي يتدخل وتأمر بفتح تحقيق مجرد بكل نزاهة وموضوعية وحياد، أم أنها غادي تسترعى الفضيحة وتغطي عليها بحكم أن الأمر كيتعلق باسم واحد من أخطر الشخصيات في البلد واللي هو شفيق شنقريحة ولد الجنرال سعيد شنقريحة. أخوتي قبل ما نختم معكم هذا الموضوع كنلتمس منكم تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع باش نفضحوا اش كيوقع وشكون هما المجرمين الحقيقيين. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخن. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة بما ينبغي من لايك وبارتاج وتعليق في ركن التعليقات أسفله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.